السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعزائي المشاهدين، سنحاول في هذا الفيديو إن شاء الله شرح طريقة صنع الفخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة أيضا. إذا نلتقي بعد اللقاء. إذا على بركة الله، كما تشاهدون هذه هي المعدات. لدينا سلك حديدي ولقاط أو منقاط حسب ما تسمونه في دولتكم، ولدينا هناك فوق ماسح زجاج السيارات، فستجدون هذا المكون عند صائن السيارات ولن تدفعوا أي درهم. إذا على بركة الله هذه هي الطريقة. لدينا هنا تقريبا مترين من السلك الحديدي، سنقوم بتقطيعه على هذا الشكل. نقطع منه قطعة فقط، قطعة صغيرة تقريبا 20 سنتيم أو يعني 15 تقريبا، وسنحاول ثاني الجزء الأخير من السلك على هذا الشكل في الصورة أمامكم. بعد ثاني السلك سنحاول تشكيل نصف دائرة، وذلك لصنع الجزء الأول من السلك كما تشاهدون معي في الصورة أمامكم على هذا الشكل. سنحاول ثانية وتشكيل نصف دائرة للجزء الأول من الفخ. بعد الانتهاء من عملية يعني تشكيل الجزء الأول من الفخ، سنقوم بتقطيع الجزء المتبقي من السلك، ونقوم بتاني الجهة الأخيرة من السلك كما فعلنا في المرحلة الأولى. على هذا الشكل سنقوم بتاني السلك، وذلك لإتمام الجزء الأول من الفخ هو النصف الأول. كما تشاهدون هذا هو الشكل النهائي للجزء الأول من الفخ على هذا الشكل كما تشاهدون في الصورة أمامكم. بعد ذلك سنقوم بتدوير الجزء الأول، نتأكد من أنه سهل الدوران، وذلك لتجنب مشاكل يعني بعض المشاكل التي تلحق بالفخ بعد صنعه. إذا ها قد انتهينا من عملية صنع الجزء الأول من الفخ، والآن نلتقي إلى الجزء الثاني والأخير من الفخ. سنحاول ثاني الجزء الأخير من السلك على هذا الشكل كما تشاهدون في الصورة أمامكم على هذا الشكل. بعد ذلك سنحاول أخذ المقياس أو منتصف السلك، ذلك لتفادي أو لأخذ نتيجة جيدة لشكل الفخ على هذا الشكل. سنحاول ثاني السلك في المنتصف على هذا الشكل، سنحاول أخذ المقياس بالنصف الأول من الفخ أو الجزء الأول على هذا الشكل. سنحاول ثاني المنطقة المحددة للسلك.
إذن سنحاول ثاني. السلك لأخذ لتصنيع يد الفخ على هذا الشكل. حاول أخذ مقياس مضبوط ليد الفخ، وسنحاول ثاني هذه الجهة الأخرى من الفخ، ونحاول ضغط يد الفخ على هذا الشكل، ذلك يعطي شكل مميز ورائع على هذا الشكل أمامكم. فكما تشاهدون الجزء الأول من الفخ قد يعني متلائم مع الجزء الثاني من الفخ. سنحاول ثاني الجهة الأخرى من الفخ للأعلى على هذا الشكل. سنحاول أخذ مقياس لثاني الجهة الأخرى من السلك على هذا الشكل للأعلى. بعد ذلك سنحاول تشكيل النصف الثاني من الفخ كما تشاهدون معي. سنحاول أخذ يعني نفس مقياس الجزء الأول على هذا الشكل. حاول أخذ نفس مقياس نصف الدائرة للجزء الأول من الفخ على هذا الشكل أمامكم. سنحاول تقطيع الجهة الأخرى للسلك والمتبقية لدينا من المترين من السلك. تبقت لدينا تقريبا نصف متر من السلك، فأنصحكم أن تأخذوا فقط متر، متر ونصف فقط من السلك يكفيكم لصنع فخ واحد كما تشاهدون. سنحاول ثاني الجهة لتثبيته مع إطار السلك، إطار الفخ عفوا. نحاول ضغط حلقة الفخ لتثبيته بمحيط الفخ. فكما تشاهدون الفخ بدأ يعني في التصميم، الفخ بدأ يأخذ شكل نهائي كما تشاهدون. نحاول ضبط الشكل جيدا وتثبيته، ذلك لتفادي انفكاك أو تحلل الفخ. بعد ذلك سنلصق، سنحاول ضغط حلقتي الجزء الأول مع الفخ، ذلك لإنهاء الفخ. فكما تشاهدون أعزائي المشاهدين وصلنا للمرحلة النهائية لعملية صنع الفخ. فكما تشاهدون هذه هي العملية، بسيط جدا ويعني بدون أي مشاكل وبدون أي تكليف. فسنلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني لعملية صنع الفخ، سأحاول شرح طريقة
إضافة حبة الذرة والقصبة وأيضا طريقة عمل هذا الفخ. إذا شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني لشرح المتبقي من الطريقة.